شهود. الشاهد الأول عامر إبراهيم عفيفي. الشاهد الأول عامر إبراهيم عفيفي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أفندم. اسمك وسنك وعنوانك. عامر إبراهيم عفيفي، عندي 46 سنة، 11 شارع المعز المتفرع من الشارع الجديد، بولاق أبو العيلة. أفندم. قول والله العظيم، قول الحق يا عامر. والله العظيم أقول الحق. حق الله يا باشا. أصل ريتشارد ده كان جدع طيب ابن حلال، الله يرحمك يا ريتشارد. سبحان الله، ده انا لسه كنت عنده يا باشا. وكنت عنده بتعمل ايه؟ اصل المرحوم الله يرحمه يعني كان متعود ياخد من عندنا من المحل بيره بالكراتين. بيره؟ ايوه يا باشا، ما انا اصل سعادتك يعني شغال في محل بيره. ايوه بس انت مكتوب في البطاقه سباك يا رحمك. ايوه يا باشا، ما انا كنت شغال فعلا سباك، بس اكل العيش بقى يا باشا يعني، وكنت عايز انطق من نفسي بقى. رحت له الساعه كام بالظبط؟ تقريبا 8 ونص يا باشا. اصله سعادتك كان طالب مني طلب مخصوص وانا جبته له. اصل ده زبوني. زبونك كان طالب منك ايه يا ابو الشوق؟ ازازه التكيلة يا باشا، وانا جبتها له مخصوص من السوق الحره. اصل الله يرحمه بقى كان مزاجه عالي قوي، كان غاوي تكيلة وليمون. لا ما شفتوش. امال انت جاي ليه؟ انا جاي اشهد شهادة زور. ايوه يا سيادة القاضي، جاي اشهد شهادة زور، بس غصب عني، مضغوط عليا. الاستاذ منير اللي هو سكرتير المدير اتفق معايا انه يديني رشوة 10,000 جنيه علشان اشهد شهادة زور للراجل ده. باشا انا ما نمتش طول الليل، ضميري كان بيأنبني. تلاتة بالله العظيم تلاتة باشا، انا كنت قاعد بره القاعة بادي على نفسي بالشلل عشان ما اخشش القاعة دي واشهد على الراجل ده ويبقى ذنبه في رقبته. الراجل ده ما ولعش المخزن يا باشا، ما ولعش المخزن يا باشا. تلاتة بالله العظيم ولع المخزن يا باشا. يا تصدينك يا عم، والله العظيم انت ابن حلال، والله العظيم انت ابن حلال. لو بتكذب هحبسك يا عامر. انا قلت الحقيقه يا باشا، واللي انت شايفه سياده القاضي احكم بيه، بس انا قلت الحقيقه وريحت ضميري. اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم مالهمش اي لازمة. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد اتنين مالهمش تالت، ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. ادم عبد الحي كده كده معانا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات ادم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها، وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمه جدا. ايوه بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقه مدممه مستقره في الباب من فصيله غير فصيله المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخد طلقه وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه باشا، بس فيه تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحه المستعمله في الجريمه ملك للمجني عليه،
بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيره بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟ عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقه ومعهوش حته سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجه. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التامين اهو. هو ادم عبد الحي، واضح ان الواد ده محترف. اه هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام، وبعدين الواد مش لوحده، اكيد معاه عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه ببيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. اه ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. هي دي بقى معلومة مهمة جدا. تفتكر يا شامبي سرق الهارد ديسك ليه؟ أكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الإدانة. شفتلكم مفيش غيره، هو آدم عبد الحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد إذنك يعني. مش شرط عشان بصماته موجودة في البيت يبقى هو. الله. طب ما نانسي ليها بصمه على اكره الباب، والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت، ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المبني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الاوردر بالفيس لغايه اوضه النوم؟ جايز. جايز يا سيف بيه. بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. ماشي يا ابن صبرا. انا جبت لك شويه هدوم يا رب يطلعوا قدك، وجبت لك هنا بقى شويه بقاله ومعلبات عشان لو حسيت بجوع ولا حاجه. اسيبك بقى عشان اطمن على نانسي. جميلك ده دين في رقبتي. جميل ايه يا ابني؟ ده انت اللي جميلك مكلبش في رقبتي. حضرتك بتفكرني بابويا قوي. وانت الصوره اللي تمنيتها لابني اللي اتحرمت منه. صعبان عليا شاب ابن بلد زيك كده يتبهدل. ربنا يخليك يا حاج. مقدس، من قلت لك مقدس؟ سيدي الاثنين احباب الله. طبعا طبعا. على فكره انا سبت لك فوق على الكومودينو مبلغ كده بسيط يمكن تحتاج لحاجه، وجبت لك المصحف اللي طلبته. يلا سلام.